مساء الخير خويا، قول لي غير الصوت باش شويه كنغلو. طاروي راه قاعد حي، الحمد لله. است لا سنتك غادي تطاروي اش تهنا ردينا الطاروي هو هنا. ابراهيم صحيتو هو شريكي كيف داير لاباس؟ اي والله صحة. معليش 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 الخوة معليش. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. أيكم لك حميد مجيد. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جمعة مباركة للجميع، كذلك الناس اللي عندهم ناس توفى، وخاصة أيام القط الماضية رانا نشوف الكثير من التعازي اللي راه بين الإخوان. فنقول الله يرحم اللي ماتوا إن شاء الله برب العالمين، ويجعل مقامهم في الجنة ويلهم ذوي الصبر والسلوان. شهدائنا الطيارين اللي طحت بهم اللي يكون كذلك ربي يرحمهم برحمته الواسعة، ونحسبهم كذلك من الشهداء، فالله يرحم الجميع برحمته الواسعة. اليوم عندنا زوج محاور، يعني واحدة فيها 75% وواحدة فيها 25%. الموضوع نتاع نور الدين خليل وجماعة اللي معاه، وكذلك التصريحات الأخيرة تاع جماعة، والموضوع تاع عمر البيري وكذا، والمضايقات اللي يسموها جماعة مضايقات أمنية، وهالإسلاءات المتكررة لزما هي أسبابها، وكيف فجأة بقينا نشوفوا استدعاءات للزملاء تاعنا هنا تحت اللي ما راهش فاهم علاش استدعوه. هذا الموضوع دوك من بعد ان شاء الله نخلصوا هذا الحيز. قبل هذا الشيء كله جماعه، باسمكم جميعا احيي السيد والي ولايه تلمسان السيد مرموري عبد المؤمن على حسن استقباله الخويا نور الدين خليل، وكذلك خونا بوجمع جلولي المنسق الولائي لولايه تلمسان. لابد ان اذكر في هذا المقام ان السيد الوالي الان ربما عنده راي، وعنده شيء يقدر يقدمه، مشوره يقدر يقدمها فيما تعلق باعاده بعث ولا بناء العلاقات مع الجماعه اللي مازالوا ناسبين انفسهم التنسيقيه، يعني مازال يامنوا بالفكره التنسيقيه على مستوى الولايات وعلى مستوى العلاقات مع السلطات المدنيه والعسكريه. هذه الاشارات اللي عطيناها احنا من البدايه في 2017 وما قبلها صائفه 2016. فالموضوع نتاع السيد الوالي كان جيد جدا، دليل قاطع ان الابواب تاع الولايه مفتوحه والسلطات الابواب مفتوحه، وين ما تمشي البيبان راه مفتوحه. فشكرا سيدي والي ولايه تلمسان على استقبالك الخويا نور الدين خليل، اتصلنا به وقال نور الدين كان ابدا الارتياح نتاعه واحس بالاطمئنان بعد ما عطاه السيد الوالي وعود. احنا نحسب ان السيد الوالي ان شاء الله صادق الوعود تاعه، وهذا ما ننتظره جميعا في الايام القليله القادمه. في المقابل كذلك نتمنى خوتنا انت مغنية كما خونا ياسر قناد، او خوتنا اللي في الرمشي، ولا خوتنا نتاع الحنايا، ولا كذلك خوتنا نتاع ولاد ميمون بالخماسه، وجماعه اللي مازال ما استفادوش، رب العالمين ان شاء الله يوفقوا. نتمنى باش الجماعه ينسجموا حول الموضوع نتاع الملف، يعاود يعني القائمه نتاعهم ويديروا تذكير للسيد الوالي ويدخلوا في الاجراءات. ما تفشلش خويا، راه كاين حبه قلال باينين تاع تنسيقيه تلمسان، من الاخر راهم باينين الناس اللي كانوا في ديك الفرحه واللي طاحوا وناضوا. يلا خويا هذو هما الناس اللي تزيد تبوسيهم، وان شاء الله نور الدين راح يكون في الخير للجميع. خونا وحيد مختاري كذلك المناضل السابق والمؤسسي تنسيقيه ولايه تلمسان، كذلك اخوه الله يرحمه ويوسع عليه فتحي، الان عنده ارمله وعندنا ثلاثه ولا اربع دراري، فلازم كذلك يا جماعه نحرصوا على هذا الموضوع ونحيطه بشيء من الاهميه. الحمد لله الولايه راه مفتوحه للجميع، بغى منسق ولائي ولا منظمه ولا ربي سهل، الولايه راه للجميع. ويبدو ان السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه القائد على القوات المسلحه وزير الدفاع الوطني كان يعني صادقا من حيث انه اعطى صلاحيات تاع رئيس حكومه، يعني هو رئيس حكومه في ولايته. فهنا السيد الوالي يقدر يقدر الامور ويعطيها المقادير
تاعها بحسب عمليه البناء اللي تمت في 2017 من خلال ملف التنظيم الموحد اللي اصر فيه يعني بالنداءات انه ضروره بناء العلاقات مع السلطات المدنيه والعسكريه داخل الولايات بما يضمن التعاون بين متقاعدي الجيش والمنتسبين السابقين اللي راهم كل سنه يعني يخرجوا للتقاعد بشكل مستمر. فلازمنا نراعوا هذا الموضوع بعين الاهتمام ونفتحوا المجال للمتقاعد حتى يعبر واش يخصه ولا يعبر كذا عن طريق قنوات اللي راه فتحها السيد رئيس الجمهوريه ورجالات الدوله الجزائريه اللي راهم متماسكين حول هذا الامر. احنا نقول لهم الله يوفقهم، ولكن ماذا بينا احنا ما تصبحش هذه تاع السكنه ورقة مساومة. الكثير منا لا يقبل هذه المساومة، وربما ما تبقى من التنسيقية ولا حتى ما تبقى من المنظمة، الكثير من الناس اللي انسحبوا من المشهد نتيجة أنهم أحسوا بالقهر، نتيجة أنهم أحسوا بالإقصاء بالتهميش، نتيجة أنهم أحسوا بالظلم من أصدقائهم. هذا هو واحد أهم الأسباب اللي وقعت وخلت هذا النزيف العنيف. الآن يا جماعة خلاص ما بقاش تاع تنسيقية أو تاع منظمة، صحيح هذا الموضوع خليه عندك درك خلاص. يعني الآن كل شيء تشوفوا ما الذي يقع وما الذي يحصل من تصريحات، واش نسمعوا كلام واش نسمعوا كذا، خلاص الموضوع خرج السيطرة. يبدو أن الكثير من الإخوان فقدوا الدفة تاع القيادة والفولا تلعب في يديه وما بالوش باللي اللوطو تلعب بك. خلاص يا جماعة دوك الإنسان خاصه يرالونتي يلتقط الأنفاس تاعه يدير مراجعات، وراه غالط ومش غالط يعني خاصك تشوف الأسباب. فالموضوع نتاع السكن هو الآن هو أصبح هو المحور الرئيسي في التنسيقية، المحور الرئيسي ولا السكن، في الوقت اللي الناس ربما راه دايرة عملية تطوير البرامج وراها من الآن قد ما تحقق خطوات متقاعدين يعني نشكرهم بالمناسبة، راهم حققوا خطوات وشقوا طريق جديد يعني في طريق ما يعتبره هو مناضل. فهذا يشوف باللي أنت تقول لي النظام مستمر، وأوكي خويا النظام كيفاش يستمر هذا النظام؟ ما تحكيليش حكاية تاعك هذيك فينيسيون النظام مستمر، كيف يستمر هذا النظام في ظل هذه الفوضى اللي رانا نشوف فيها؟ يعني عمت الصفوف فجأة هكا والله ما على بالنا من خرج لنا هذا المصيبة. وبالتالي نتمنى باش القضية تاع خويا نور الدين تكون فيها الخير للجميع. حنا دائما نتوسم خير في الزملاء تاعنا، خلافاتنا الداخلية تبقى خلافات داخلية، ما عنديش مشكل مع بوجمعة ولا ما عنديش مشكل مع بوجمعة، يا خويا السلطات ما عندهم ما دخلوا في هذا الموضوع، لي ار جي ولا جدرمية ولا أي طرف، ما أنت فوزيت با دروا باش تدخل في الخلاف ولا السبب تاع الخلاف اللي راه بيني وبين بين بين الزميل تاعي. هنا كاين خلاف، خلاص خونا هذا راه هو الوثيق الولائي، استقبل السيد الولي اللي خلاص هنا دليل قاطع بان هناك مازال كاين يعني مازال كاين مؤشرات لاعاده البناء واعاده بعث العلاقات مع السلطات المدنيه والعسكريه بشكل محترم وحاجه في بلاصتها، والانسان خاصه يكون بوزي ويكون ثقيل باش يوصل باش ضربتها تجيب. يعني احنا جماعه وين فجاه نتسول عند ابواب الولايات وابواب البلديات وابواب الدوائر وناسين الاهداف الرئيسيه، وكتلفنا نرجعوا للبوزا قالوا نحكوا على شهداء الواجب زعما نروحوا نتسلاو. البعض من الجماعه من يتعامل مع ملف شهداء الوطن وقدماء المحاربين راح نطرقوا له في لايفات قادمين، نحلوها بالشكل اللي لازم تحلل به يا جماعه باش الناس نوروها مليح. انت مثلا كتشوف الزوال هذا حرس بلدي ولا باتريوت ولا خوتنا اللي خدموا هذه تاع العشريه الدمويه، يعني كانوا في ظرف واحد يعني ظرف واحد سيتياسيون تقريبا وحده، كلهم يعني اسباب تقريبا مشتركه، كاع هاد الناس اللي اقحموا في عمليات مكافحه الارهاب كانت يعني كان عندهم خليني نقولها بهذا الشكل، كان عندهم مصير مشترك، كان عندهم مصير مشترك. هذا المصير متعلق بالنظام الجمهوري في حد ذاته. فنتمنى من الاخوه الكرام تاعنا زملائنا المتقاعدين اللي رانا نبغوهم ودائما نبغوهم نشوفوهم هكا في لايفات ولا نشوفوهم في جولات ميدانيه، نتمنى باش يبقاو في المستوى وما يخلوش الناس تجبد بك الحبيله يا الراجل الزين حتى تلقى روحك في المستنقع، وباش تعاود تطلع ستكلفك العمليه 3 سنين 4 سنين من عمليه الترميم وتترمم وتترقع باش ربما تعاود تلتقط الانفاس تاعك وتستنشق النظام الصافي اللي هو اللي لازم نستنشقوه جميعا. إذن هذا ما أردت قوله جماعة في هذا الموضوع نتاع الاستدعاء. الله أعلم جماعة، الله أعلم، كل مرة تطرطق لنا مصيبة، كل مرة تطرطق كذا، الإنسان ما نقولكش فقد السيطرة ما راهش يتابع، لا الإنسان مل من هذا الموضوع صراحة. أنا واحد من الناس والله بقيت نحس بالملل، خلاص هذا الموضوع أنا غير نديباسي، قلت دوك الله يرحم باباك حنا غير في بلاصتنا ندورو. يعني أنت الإنسان اللي خوتنا اللي يخرج اللايف، يا خويا إذا راك تنسيقية أهدر كتنسيقية، ولا راك منظمة أهدر كمنظمة، إذا متقاعد حر أهدر كمتقاعد حر، ولكن ما نوصلوش يا جماعة باش تبقاو نطيحوا لبعضنا والله بصح. يعني كي توصل تطياح ولا توصل كذا توصل كذا، هنا جماعة غير نحبسوا خير.
فيما يخص كذلك الهجمات اللي تعرض لها عمار البيري، وانا هنا نركز على الجانب تاع شق البحر من هنا لان هذا ما يهمنا جميعا، واصلا الفخاخ والمؤامرات راه تنصب من هناك يعني من هذه الاماكن. فهذا اكيد ان احنا مساندين عمار البيري في هذا الموضوع، احنا بالعصبه الكحله والله مغمض عيني ومشي مع عمار البيري في الموضوع، وانا اسانده كذلك في هجومه على قزيطوط ومن معه، هذوك اللصوص اللي راهم يقتاتون من موائد الكبار في اوروبا، وجمعت امير ديزاد وهذوك الغلاليط هذوك اللي راهم الان باعوا كل شيء، ما قالوا ما يبيعوا صاي راهم قريب يخرجوا افلاس. فاحنا اكيد رانا مع خونا عمار البيري ظلم الله مظلوم في هذا الموضوع نتاع 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 هذا الكلاب اللي تنبح بالايجار شق البحر من هي. اما الزملاء تاعنا اللي هنايا والدوله الجزائريه ورجال الدوله الجزائريه واطارات الدوله الجزائريه، يا خويا الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله ان الارض الجزائر اتسعت اتساعا كبيرا، اتسعت بما رحبت، وكاين الكثير من الرجالات والكثير من الناس اللي ضايقتها مر على هذه البلاد. فالاكيد اننا سنوصلوا في الاخير لمربط الفرس، واكيد اننا سنتفق على امر يعمنا 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 جميعا. فقضيه مسيره عمار البيري لابد ان تبدا من الموضوع تاع فك الشفرات اللي راه موجوده عند الجماعه اللي كانوا يهاجموا عمار البيري. من هو الذي دفعهم لهذا؟ هم يعلمون جيدا، يعلمون جيدا ان استهدافهم لعمار البيري او الحاله تاع عمار البيري راح دير حالة استقطاب وتوق خلق واحد التفاعل، ولازم يبوسي عمار باش يخرج يبقى يهضر بالصرة تاع في اللايف، ولازم عمار ينفجر امامهم في لايف. يعني هما هذا هما يبحثوا، هو يحوس على هذه يا جماعة ويستفزك باش تتنوض تهضر هضرة ربما تخرج عن النص. نحن نريد الزملاء تاعنا الأذية، ولا قال خونا عمار يعاود يدخل الحبس، حاشا لله يا اخي الكريم. كيف خونا عمار احنا كنا موجودين معاه من البدايه، احنا مع عمار البيري ورانا عاد مع بعضنا، احنا كش ما قلنا جماعه كش ما قلت انا اتبرأ من عمار البيري ولا كذا، ولكن ما جات الصدف يعني في طريق العمل ولا كل واحد كما نقولوا احنا راه يشتغل على مستوى. فالله يوفق كاع الزملاء تاعنا الى ما يحبه ويرضى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي.